فرحانه بحالي بحال بزاف ديال الفنانين والاعلاميين والناس ديال السوشيال ميديا. سعيده جدا بتواجدي في هذا الحفل اللي دائما كتنظم ما شاء الله عليها شادة تي في حفلات من هذا النوع وحتى ايديال، واللي كتعطينا فرصه اننا نتجمعوا ونشوفوا بعضياتنا ونحتفلوا في جو اسري. لا تخفوا رجليكم الغاديات البنات، صنتوا لي وصغوا لي نفيدكم، بغيت نذكر لكم حاجه تشهلت البنات عند الجواب اللي هما مثلكم. صراحه الاغنيه انا بعد غياب ديال سنه على الساحه الفنيه وخصوصا الغناء، كانت بالنسبه لي انا بحال قلتي غير باش نعاود نرجع ديك الحيويه شويه لقناه يوتيوب ديالي باش نهيئ الجمهور ديالي اللي متابعني الاغنيه اللي جايه واللي غتكون ان شاء الله في الشهر الجاي، وما ظنيتش انها غتنجح نهائيا خصوصا انني حطيتها في الشهر اللي هو رمضان. فكانت بالنسبه لي انا على قد ما كانت مفاجاه على قد ما كانت فرحه ليا، لان ما شاء الله شفتها في الـ في الـ في لي ريزو سوسيو منتشره بزاف، الناس كيديروا عليها لي ريلز، زائد ان الحمد لله في اليوتيوب طالعه بشكل زوين ولقات واحد التفاعل زوين. سعيده جدا ان الناس مازال مشتاقه لهذا النوع من الغناء المغربي الجميل. الاغنيه اصلا هي كتعود للشيخ مويزون مكناسي، وهي فيها الكلمات ديالها كتهضر على التام، فانا قلت علاش بما ان احنا الثقافه المغربيه واللباس المغربي الاصيل ديالنا قديما كان هو الجلابه اللي كنعرفوا جداتنا باللتام وهذا، واللي هو لباس كنفتخروا به بزاف، فقلت علاش لا ما نديرهاش بالحايك، وتزامنات مع المناسبه اللي كانوا احتفلوا بها منطقه الشمال بالحايك المغربي. فانا سعيده جدا ان شاء الله الاغنيه اللي جايه حتى هي غادي تكون بنفس الشيء، بما ان احنا تراثنا كنفتخروا به فغنبقاو غاديين في نفس المنهج. يا ريت صراحه ما نقدرش نوصف لك الشعور ديالي فاش لبستو، وحنا مجموعين البنات كاملين بداك اللبس، تمنيت لو كان رجعنا ليامات زمان الثقافه ديال التام، وان شاء الله علاش لا ما نعرف شنو كاين، ما عنديش مشكله انا نبدا انا الاولى. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.